التحرير ام الخير حرة وابية. هاي التحرير ام الخير حرة وابية. معتصمو طريق محمد القاسم السريع في بغداد ومحيطه صابرون ثابتون لا يعرفون للملل واليأس طريقا، بالرغم من عمليات القمع الحكومي والميليشياوي المتصاعدة وظروف الطقس القاسية. احنا صامدين من 21 لحد الآن، هاي الشباب مالتنا صامدين وباقين، ويومين يتقدمون على موقع. عندنا 700 شهيد، 25,000 جريح من ضمنهم صاروا معوقين، 5,000 واحد زين عهات مستديمة اللي يده المكسوسة اللي رجله اللي عينه زين، وعدنا معتقلين 2600 معتقل. المعتصمون هنا في هذه المنطقة التي باتت شعارا للصمود يرون أن التصعيد السلمي بات الطريق الأمثل لتحقيق مطالبهم التي ما طال ولا يزال النظام بتحقيقها ضاربا عرض الحائط ما قدمه المنتفضون من شهداء وجرحى ومعتقلين بالآلاف، وأحلامهم الكبيرة باستعادة وطنهم المسلوب منذ سنين طويلة. احنا نريد هذا تصعيد، وبعد تصعيد نريد، لان ما سوونا شيء، صرنا فوق ال 100 يوم احنا زين. شنو يستهزئون بينا هم؟ ما يستهزئون بينا زين، احنا بعد راح نقطع شوارع ولحد ما نوصل زين، يعني وين بنريد نوصل زين؟ وش يسوون لنا؟ خلي يسوون، احنا بالنسبه لنا جايين ميتين زين، ميتين جايين شهداء احنا هنا زين، ولو هم لو احنا. التصعيد الحالي هو تصعيد طبيعي، هو ردة فعل طبيعية للمتظاهرين، كون الحكومة اتخذت اتجاه المماطلة والتسويف المطالب، فالشعب تلقائيا ثار ورفض هذا التسويف والمماطلة، فردة فعلهم هي مؤيدة من قبل الجميع، من قبل حقوق الإنسان، من قبل المنظمات العالمية. ويؤكد المتظاهرون في المنطقة أنهم باقون صامدون فيها أيا كان حجم القمع الحكومي والميليشياوي، وأيا كانت قساوة الظروف التي تواجه أحلامهم الكبيرة. والله تصعيدنا باقين إن شاء الله، ونتمدد ونقطع كل الطرق إذا ما يوفرون مطالبنا. مطالبنا ترى معروفة زين، كل الزين بديناها ترى من التحرير للجسر الجمهورية للسنة للأحرار، أو باقين على محمد القاسم إن شاء الله، وراح نقطع ونقطع بكافة الدساتير مال العالم موجود، وبكافة الدول هذا قطع الشوارع موجود، ومن حقنا أنه نقطع الشوارع حتى ناخذ حقنا، لأنه احنا صار لنا 3 أشهر قاعدين بساحة التحرير ما سوينا شيء. ويرجع يطلع عبد الكريم خلف يقول رجعوا ساحة التحرير، شنو اللي سواه؟ شنو اللي سوانا؟ احنا صار لنا 3 أشهر قاعدين بساحة التحرير ويريدنا نرجع نقعد بعد 3 أشهر؟ لا، هذا الحكي بعد ما يصير. التصعيد السلمي، يؤكد المتظاهرون في بغداد والمحافظات المنتفضة الأخرى أنه الدواء لحكومة فاسدة همشتهم، وأن قمعهم من قبل السلطات والميليشيات الذي تخطى كل الحدود لن يزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على تحقيق ما ينشدونه.